السلام عليكم. النهاردة نتكلم عن موبايل سامسونج جالاكسي C55، الموبايل الجديد اللي اعلنت عنه شركة سامسونج، واللي بيعتبر من افضل الموبايلات اللي في بداية الفئة المتوسطة. والصراحة شركة سامسونج اول مرة تحط مواصفات محترمة مقابل سعر كويس، فركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عن سلسلة سامسونج الجديدة. اول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل بيجي 164 ملي، وبعرض 76 ملي، وبسمك 7.8 ملي، والوزن عامل حوالي 180 جرام. والظهر بتاعه بيجي مصنوع من ايكو ليزر مع فريم من البلاستيك، وبدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات ال5G. وبالنسبة لصوت الموبايل الخارجي، فالصوت هنا بيجي استيريو، واستغنى عن مدخل 3.5، والبصمة بتيجي تحت الشاشة. وبالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع سوبر أموليد بلس بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل ل86.5% وبدقة 1080x2400 بكسل وبأبعاد 20x9 ومع كثافة بكسلات 393 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل1000 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز، وبيدعم كمان تقنية Always On Display. وبالنسبة لمواصفات الشاشة فأنا شايفها ممتازة، ولكن ينقصها حاجتين من وجهة نظري أنا. أول حاجة إن تدعم تقنية الـ HDR، وتانية حاجة المفروض يجي عليها طبعة حماية. أما بقى بالنسبة للرام والذاكرة، فالموبايل هنا بيجي بنسختين، الأولى 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وبيدعم تركيب ميموري كارد اللي كانت تضطر تستغنى عن شريحة من شريحتين الاتصال. أما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج، فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1 من سامسونج، مع معالج سناب دراجون 7 جين 1 بمعمارية 4 نانو وبعدد 8 أنوية وبتردد بيوصل ل 2.4 جيجا هرتز، مع معالج رسومي أدرينو 644، وطبعا دوت معالج محترم جدا من الفئة السعرية اللي بيجي فيها الموبايل. أما بقى بالنسبة للكاميرات، فالموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.8 وبتدعم التثبيت البصري الـ OIS، والكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا ألترا وايد بتصور بزاوية 123 درجة، والكاميرا التالتة بدقة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4 وديت كاميرا ماكرو، وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما والـ HDR، ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 60 فريم. أما بقى بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.4 وبتقدر تصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبدقة Full HD بسرعة 60 فريم. وبالنسبة لباقي التقنيات، فالموبايل دوت هو واي فاي من الإصدار السادس وبلوتوث من إصدار 5.2 ومعهم كمان جي بي إس وتقنية NFC، لكن ما فيهوش راديو ولا تقنية الـ IR. وبالنسبة للبطارية فبتيجي بساعة 5000 ملي أمبير مع سرعة شحن معقولة بالنسبة لشركة سامسونج، وهي 45 واط مع شحن من نوع تايب C2 وبيدعم كمان خاصية الأوتو جي. وبالنسبة للألوان فهو بيجي بلونين، الأسود والبرتقالي. وبالنسبة لسعره فسعر النسخة الأولى اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام عامل حوالي 275 دولار أمريكي، يعني حوالي 13200 جنيه مصري، وسعر النسخة التانية اللي هي 256 جيجا مع 12 جيجا رام عاملة حوالي 315 دولار، يعني حوالي 15300 جنيه مصري، ودوت السعر الرسمي من الشركة. وطبعا الموبايل انا شايفه كويس جدا قصاد مواصفاته مقابل السعر بالنسبة للطبيعي بتاع سامسونج، موبايل محترم بيقدم مواصفات كويسة. وطبعا ركحت في التعليقات مهم، بس متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، والسلام عليكم.